كابتن عادل الف مبروك للنادي الاهلي يلحق برجب المتاهلين دور الثمانيه. مبروك يا كابتن. انا كنت خايف جدا. ليه؟ عشان الظروف اللي احنا وقعنا فيها، فقط في كاس عالم، لعيبه نفسيا نقفق في كاس امم، وبعدين ماشي. بس انت كنت قلقان زياده عن اللزوم قبل الماتش، يعني انت بيبقى في بعض الحاجات قدامك كده انت بتبني عليها رؤيتك. انت كنت قلقان زياده عن اللزوم، مع ان مثلا الكابتن علاء قال كلام، وكابتن شريف قال كلام، وكابتن بلال قال كلام، وانا عن نفسي يعني كنت مقتنع ان النادي الاهلي حتى لو بمستواه المتوسط او اقل متوسط ممكن يعدي الماتش ده. لا، مش دي كره القدم. من وجهه نظر كره القدم انت ممكن تكون عندك انك انت هتكسب تخسر، تقعد سنه عشان تاخد بطوله افريقيا ثانيه عشان تلعب في بطوله افريقيا. الموضوع يحتاج حرص. صح. انا مش قلقان، انا بحرص. لا، انت كنت قلقان. اسمعني يا كابتن، ما هو القلق هو الحرص. انا قلقان وعندي حرص، لكن عندي ثقه في لعيبتي. ولكن في نفس الوقت ياما طلعت انت طلعت من البن الاثيوبي مره. صح. يعني احنا بنتكلم في ايه؟ طلعت في البن الاثيوبي يعني اقل من الهلال 3 مليون مره. بيحذر عادل، بيحذر كره القدم كده، كره تقلب في اي وقت يعني. بس انا عاوز اقول لك حاجه، عندك شك ان مصدر السعاده فرقه النادي الاهلي في كل في كل الوقت؟ طبعا احنا مصدر السعاده. انا ما عنديش شك. انا بقى كنت عارف خايف من ايه؟ كمان نخسر النادي الاهلي يطلع. لا، تبقى مشكله عند الجمهور المصري وعند الجمهور الاهلي. جمهور الاهلي كان محتاج انه يفرح، لان اللي حصل الايام اللي فاتت كتير على الكره المصريه. النادي الاهلي يقدر يفرح، عشان كده كنت خايف في اوقات كتير قوي. النادي الاهلي ما انا عمري ما خفت منه كفرقه، لكن بخاف من الظروف. أيوة. الظروف كانت صعبه يا كابتن ايمن. أيوة. خلينا نبقى منطقيين. اهم لعيبه عندك اللعيبه الدوليه في اي فرقه كده في الدنيا. اهم لاعب، اهم اللعيبه في اي تيم هي اللعيبه الدوليه والغاليه قوي. دي كره القدم. أيوة. في العالم كله كده. دول عدوا بمراحل صعبه للغايه. اقول لك حاجه، وفي كمان معاك علي معلول. فرحان وكل حاجه، لكن عدى باجهاد كاس افريقيا. واضح عليه النهارده. كاس افريقيا عندك ديانج لعب ماتش فاصل وتعب ولعب وسافر وعدى وعمل. يعني الامر كله يحتاج انك انت يبقى عندك مش القلق قد ما الحرص. الحرص انك انت ما تخسرش، الحرص ان انت توصل للدور الثاني. النادي الاهلي يستاهل انه البطولتين اللي خدهم ورا بعض ياخد كمان واحده كمان. انا من وجهه نظري. ولكن انت كنت بتتكلم مع الكباتن تاخد من انهي فرقه من معنا فرقة. هنتكلم فيها بعد كده، بس احنا هنتكلم الاول على اللي حصل كان النهارده والقلق اللي هو كان يعني مصدره مننا كلنا. انت كان تلان جدا. أيوة. زياده عن طبعا. ها، اتكلم عن نفسك مش قلقان. لا، انا بقول له هو أيوة اللي كان عليا ان انا اللي هو صدر لنا احنا قلق. انا ما صدرناش. لا لا لا، ما صدرناش قلق. بقول لك من بيننا كلنا انت الوحيد اللي كنت قلقان. خلاص، هو كلمه، هو بوجهه بقى يعني اضغط عليه هو. هقول لك ليه. هقول لك ليه. بتجيب ده كان قلقان جدا يعني، قلقاني حتى بالماتش. ايه طبعا احنا قلنا الفرقه دي هتاخد الكره وتديها لنا. انت قلت كده صح يا كابتن، خدت بالك؟ ايوه. والنتيجه عادل لا يقصد، فرق الامكانيات. عادل لا يقصد والله. معلش، بس النتيجه كام كام؟ ما انت زي ما قلت الكابتن علاء، انت كسبت النتيجه وانت كم ربع مستواك. النتيجه كام يعني ايه؟ يعني ايه ربع مستواك؟ يعني مظبوط المستوى. نعم. قدرات عبد القادر عدى، عمل لحسين الشحات عملها كده. كان عندهم كره قبليها كانت ممكن تخبط بالدماغ تدخل جول. كنت هتعمل ايه؟ بص يا كابتن، شوف، من حقك انت كجمهور يبقى عندك ثقه وتتكلم بثقه، ومن حق الناس اللي هم انا ماليش دعوه بيهم، انا بعيد، انا راجل محلل. ايوه. لكن انا لما بحس الاحساس بتاعهم بخاف. بخاف الخوف المشروع. وانا قلت لك ان هم يخافوا هيقعدوا يركنوا. لا، بالعكس، الخوف المشروع ان ممكن كره تدخل فيك. ممكن الكره دي، في كره ممكن كان اتشالت رجله شويه اللعيب وكان ممكن ياخد بنالتي، ولا الراجل اللي حطها بدماغه. بص يا كابتن، كره القدم لا تصلح للمغرور.